السلام عليكم خاوتي، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو جديد على قناتكم قناة مالك جرماني. صافي دوكا قريب شهر وحنا في الحجر الصحي، واليوم كاع كنا نستناو باسكو مركل البارح دارت اجتماع مع رؤساء المقاطعات باش يحدوا اسكو هذا الحجر الصحي يخلص كما نقولوا حنا يخلص هذا الشهر، ولا راح يزيدوا يديروا برونوغاسيون، يعني راح يزيدوا يكملوا في هذا الحجر الصحي لمدة اطول. البارح تلاقات مركل مع رؤساء المقاطعات لهنا في الألمان. خاوتي الألمان فيها نظام فيدرالي، كل شغل تقريبا كيما الماريكان لهنا. الوالي عنده بزاف واش يقدر يدير، ماشي كيما في الجزائر كلش يعني يرجع للحكومه، يعني هي تقرر كاع البلاد. هنا لا خاوتي، لهنا تقدر مقاطعات تفتح اللجوء وتمدو، تقدر مقاطعه كيما نقولوا حنايا تخلص فيها لي زامبو قل من مقاطعه واحده اخرى. دونك هنايا الالمان خاوتي رئيس الفيدراليه، يعني رئيس كما نقولوا حنايا، كاينين هنايا بوندسلاندا، يعني كما نقولوا البلاصه اللي ساكن فيها انا انرفي. الانرفي هذه فيها بزاف بلديات كبار، يعني وفيها هي الولايه الكبيره كما نقولوا حنايا انرفي. الرئيس ديالها يقدر يدير قرارات اللي يختلفوا كاع على الالمان كومبلي. دونك خاوتي الوالي اللي هنا عنده قيمه كبيره، دونك الوالي اللي هنا قرارات اللي يقدر يتاخذها يقدر يتاخذ قرارات اللي مكاش في الالمان قاعيتك. بون ما نطولوش في هذا الموضوع، نحكيو على اهم القرارات اللي اتخذتها مركل. مركل قالت لهم باللي نجح هاد الحجر الصحي اللي درناه، وهاد هو ماشي حجر صحي، هما الالمان يعيطوا له العزل الاجتماعي. هما الالمان بازاو بزاف، ما بازاوش على تريح في الدار، ما بازاوش على كيما نقولوا كلش يغلق. الالمان بازات على انه الناس ما تمسش بعضها، الناس ما تلاقاش مع بعضها فوق زوج عباد. يعني نتايا ما عندكش الحق تلاقى مع اصحابك برا فوق زوج، يعني عندك الحق تلاقى مع واحد برك، كون يجيو يلقاوك في ثلاثه يدير لكم مخالفه. وخاوتي كنقولوا يلقاوك في ثلاثه معناتها قرارات بزاف صارمه هنا في بون ناقصه شويه. مي بصح تقدر تقول باللي تتحكم واحد 70-90% تتحكم باسكو لا بوليس ولات هذه هي خدمتهم. ما راهم يحوسوا لا على حراقه، ما يحوسوا لا على اللي راهو يسرق، ما والو، راهم دركا يطبقوا غير في الكورونا ماسنا، ما يعني الاجراءات تاع الكورونا. دونك ماركل قالت لهم هاد العفسه اللي درناها نجحت، وما دابين حنايا كشغل هاد النجاح ما نخسروهش بانه زعما نعاودوا نفتحوا الالمان كما كانت زمان. قال لك ما لازمش نزربوا. ماركل قالت لهم باللي فوالا، قالت لهم انا نشوف باللي مادام هاد النجاح هذا راه نجاح مؤقت، ونجاح باللغه الالمانيه كيفاش نترجمها لكم، نجاح هش يعني حاجه اللي نجحت فيها بصح تقدر تكسر لك في اي لحظه. دونك خاوتي راهم راح يزيدوا يكملوا. اهم القرارات اللي دارتهم انه تبقى كلش مغلق حتى لو 3 مي، ليكولاتو يعني ودور العباده كما المساجد ولا الكنائس ولا اسم الناس وين تروح تصلي راح يبقاو مغلوقين الى اجل غير مسمى. يعني فهاد الشيء ما هضرت على حتى حاجه. الحاجه اللي اكدت عليها بزاف انه ابارتير دو لو 3 مي راح يبداو كما نقولوا حنايا يبداو يفتحوا هذوك لي ريستورون اللي ما عندهمش يعني مساحه كبيره، وراح يديروا لهم ثاني قوانين بزاف صعيبه، معناتها ما تقدرش تريزيرفي دو طابل قدام بعضهم، راح يديروا لهم واحد القانون تاع طابله معمره طابله فارغه. الحاجه اللي حبيت نحكي عليها في الفيديو تاع اليوم تانك، ومدى بيا يعني الناس يعني شغل اللي مسؤول ولا اللي حاجه يسيو يطبقوها من في الجزائر. هنا في الالمان خاوتي قلت لكم باللي غلقوا على الناس وعطاو لهم دراهم، دونك اللي قالوا لهم ما تفتحش حانوتك عوضوه، واللي ما عوضوهش داروا لهم واحد الحلول بزاف مليحه. انا نشوف باللي لو كانت الجزائر ديرنا هاد الحلول تكون حاجه بزاف مليحه للناس. واش داروا خاوتي؟ سيكو مثلا داروا خدمه انك ترفد وتروح. دونك خاوتي لي ريستورون في الجزائر ماشي لازم نغلقوهم، دونك ما تقطعش الخبز على الناس. واش تقدر دير؟ تقدر انه كما نقولوا حنا الناس تجي تشري بصح ما تاكلش تما. هما المشكل ديالهم كاع انه الناس ما تتلاقاش. دونك خدامين تاع ريستورون يخدموا كما نقولوا لا ليفريزون ليفريو، ولا الى ما ليفراوش سينو واش يديروا؟ يولوا كما نقولوا حنايا تجي ترفد الماكله ديالك وتروح. دونك انا نشوف فيها بلي حاجه مليحه لو كان مام القهاوي في الجزائر كما نقولوا حنايا باش الناس تخدم على رواحها ومام طوي يحترموا القانون، القهوه يكون عنده الحق يفتح. مي وشنو ما عندوش الحق يدخل فوق زوج عباد للقهوه، معناتها تستنى برا يديروا لاشان اللي فيها كما نقولوا حنايا يخلوا بيناتهم لي سباس، تدخل ترفد قهوتك وتروح. دونك حبينا احنا تانك شغل انا واش راني متمني انه في الجزائر، بس علاش درت لكم فيديو نهار بدات هذه الازمه، درت لكم فيديو قلت لكم باللي ان شاء الله هذا الحجر الصحي ما يقيسش الناس زواوله يضرهم بزاف. علاش دوك تايا باش تغلق على الناس دير لهم حلول، هذه هي. دوك ما تغلقش ما تطبقش كيما نقولوا، ما نروحش نجيب قانون لي لوروب ولا داراتو ولا الامريكان داراتو بصح نروح نجيب غير النص تاعو. احنا دائما فينا واحد المشكل حنايا في الجزائر، نجيبو نص قانون، ما نجيبوش القانون كومبلي. القانون يقول لك
الناس تغلق الحوانت، واللي كان يخدم منظر من هذا القانون يخلص يدي 60% من الشهرية ديالو. الناس يقول لك الحفافين يغلقوا، بصح جميع حفافي ديكلاري لنا شحال كان يجيب في الشهر ويعطوا له واحد البورسونتاج هكذايا، اللي كما نقولوا حنا الانسان هذا الحفاف هذا راه فاتح عائله، يعني كي يغلق ما ينضرش. حنا لا حنا دوكاك شغل كي تتغلق تتغلق كومبلي وما نخموش على الناس. دونك خاوتي كيما درنا لكم خطره اللي فاتت، حنا ماذا بينا الشعب يتعاون مع بعضه، وماذا بينا كما نقولوا حنا الدوله الجزائريه تاعك كي تجيب قرارات كيما هذوما اللي راه يدير فيهم لوروب، ماذا بينا تجيبهم كومبلي. كي نشريو حاجه نشريو كارطون كومبلي ما نفتحوش، ونخيرو حنايا برك واش يعجبنا واش ما يعجبناش. دونك خاوتي الالمان راح تكمل مغلوقه كيما راها. الطيران يعني ما كاش لي يخرج من الالمان، وما كاش لي يدخل غير في ديكا سبيسيال بزاف. بار اكزومبل انا شوي الجيريا وما عندي حتى اقامه لهنا، ولازمني نرجع للجزائر. دونك راح يكونوا ديفول زعما بار اكزومبل ديفول لي سبيسيال لهاد الناس. اما الناس اللي مقيمه واللي راهي لهنايا ما عندوش الحق باش يطير، باسك اصلا طيارات ما كاش. الحاجه اللي راح نزيد نحكي عليها في لا فيديو تاع اليوم اللجوء خاوتي شفنا واحد جديد، شفناه هنا في التيرا، يعني ما شفناهش في التلفزيون ولا شفناه في حكاو لنا عليه الناس. شفنا عباد لهنا اللي دايرين اللجوء، الناس اللي دايره اللجوء خاوتي اللي كانوا يعطوا لهم بالشهر، كانوا يعطوا لهم يزيدوا لهم في الاقامه تاع الشهر. اللي ما شافش حلقات على اللجوء شوف هذوك، تلقى الفيديو كي خلاص هذا يبدا الفيديو الدوزيام تاع اللجوء، خيروا ابوي عليه تشوفوا. اللجوء خاوتي شفنا الناس اللي هنا اللي دايره اللجوء واش داروا لهم، ولاو كانوا واحد الوقت يزيدوا لهم بالست سمانات، كانوا يزيدوا لهم الماكسيموم كان اللي يعطوا له شهر ما يزيدولوش. دوكا راهم صحاب الدولدونغ اللي على بالهم شنو هو الدولدونغ، راهم يزيدوا لهم بالست شهور حتى العام. كاين الناس زادوا لهم حتى العام كومبلي، عطاو له اوزفايز ما يموتش كيما نقولوا، عطاو له اقامه ما تموتش من اليوم حتى العام الجاي شهر افريل. دونك خاوتي اللجوء هاد الايام راه بزاف مليح للناس اللي دير اللجوء، باسكو راهم شغل عاودوا رجعوا للضربه تاع 2015، كانوا ما يبصموش الناس، مام دركا ما همش يبصموا الناس، باسكو اللجوء دوكا تقدر ديرو اونلاين، اونلاين برك تقدر دير اللجوء، ديرو اونلاين دوموندي غير بالميكرو، تقدر دوموندي لجوء او عن طريق محامي يبعث بريه ويرجعوا له بريه ويبعثوك ديريكتومون للبلاصه اللي راك راح يعني راح تعقب فيها المده تاع اللجوء تاعك، تروح تعقب فيها حبسك كيما نقولوا حنايا. ليسونسيال خاوتي، دونك جماعه اللجوء اللي راه حاب يزيد في الكوارت ديالو بكري كان يخاف يروح يزيدوا له ويديوه، ولا هاد الايام راهم يديروا والو، هاد الايام راهم لاتين مع هاد الازمه اللي وسمو الاوزفايز ديالو مات، يبروفيتي لوكازيون هاد الوقت يروح باش يروح ليهم يقول لهم زيدوا لي في الاوزفايز تاعي. سورتو لا كانوا واحد الوقت مهربينك منهم زعماك شغل تاعك، كانوا يزيدوا لك بسمانه وخايف تروح ليهم باش يسمى يديوك ولا حاجه. دركا راهم لاتين بعد المرض ولازمهم يزيدوا لك باسكو ما كاين لا ترحيل لا والو، راهم يخافوا يديو الناس مام لهاد اللي هاي من المغلوقين يعني تاع الترحيل. مراكز الترحيل هادوما مراكز الترحيل راهم يسيو الماكسيموم يفيتيو ما يجيبو حتى واحد جديد لعندهم، فهمتني، باش يفيتيو كيما نقولوا المرض هذا ينتشر. دونك خاوتي هادوما اهم المعلومات اللي جاو من يعني اللقاء تاع ميركل مع يعني رؤساء المقاطعات. وفي الاخر دائما الالماني يديروا واحد الهضره تاعك تعجبني بزاف، تقول لك كل مقاطعه لها الحق في تغيير اي قرار يعني تشوفوا هي باللي ما يخرج على المقاطعات تاعها، كيما الناس اللي عايشه في البايان جهه يعني منشن والمقاطعات اللي قدامها هذاك عندهم قرارات وحدهم والرئيس تاعهم يدير واش يحب، يعني شحال من خطره يخرج هو ديجا اصلا كان غالقها قبل ما تغلق الالمان، كان غالق المقاطعه تاعو وغالق كلش. دونك خاوتي كل ولايه تقرر كيما تحب، على هذيك دائما نقول لكم كي تجي دير اللجوء في الالمان لا تجي تعيش في الالمان خير مليح البلاصه اللي راك راح تروح تعيش فيها. ماشي كاع نخلصوا بزاف لي زامبو وماشي كاع نخلصوا كيف لي زامبو، دونك اللي يهبط للباير اللي تحته راح يخلص لي زامبو اكثر مني انا اللي نعيش لهنا في الانارفي. ويجوا النهار ونديروا لكم عليها موضوع بالتفصيل ديالها ان شاء الله، كل مقاطعه وشحال فيها يعني لي زامبو ديالها شحال تخلص وشحال ما تخلص. استناو هذا الموضوع يديروا لكم مالك جرماني ان شاء الله فلاشان. تهلاو في روحكم بزاف خاوتي، هذه كانت يعني فيديو وضحنا لكم فيها واش كاين واش ما كاينش في الالمان، تهم بزاف خاوتنا اللي عايشين لهنا في الالمان، وتهم الناس اللي كما نقولوا حنايا يحبوا يسمعوا ثقافه عامه على كل شو صار لهنا في اوروبا. تهلاو في روحكم بزاف تلاقاو في فيديو جديده، فيديو اللجوء درك يجيكم لهنا ابويو عليه شوفوه باش تفهموني واش كنت نحكي لكم على اللجوء. تهلاو في روحكم بزاف خاوتي، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مالك جرماني كان معكم، السلام عليكم.